السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي ندير لكم حلوه سهله اقتصاديه بالزيت، هليله جوز الهند ولا هليله نواه كوكو. حلوه شابه شيله هشيشه وغير بالزيت، تجي سهله وتقطع كميه كبيره. نبداو بسم الله على بركه الله. ماشي، غادي كيما قلت لكم نبداو بالبيض. عندي 3 حبات بيض غادي نخدم ونقول لكم المقادير. 3 حبات تاع البيض، ندير هنا قرصة تاع المحشيلات. هنا غادي نخدم بالفول. عندي هنا كاس سكر كلاصي، سكر ناعم، هنا ناقص اصبع كما نقولو، خاطش غادي ندير فيه المعجون كونفيتير. وكم عارفين باش ما يجيش كما نقولو ما يجيش حلو بزاف، نخلط هذاك البيض مع السكر مليح مليح مليح، نخلطهم غير بالفويشيلات بلا لي كومباتير ولا. والبيض اللي كما نقولو جبتو ماشي بارد من الفريجيدار، نخلطهم مليح. هنا الشيرات اللي ما عندهاش السكر كلاصي دير السكر تاع السكر كريستاليزي وشاولة تضربها مليح تخدمها مليح وصاي باش يدوبلها. عندي هنايا تاني الزيت، كاس تاع زيت ناقص شويه كيما نقولوا اصبع تاني، نخلط هذاك الزيت كاع. عندي لافاني ثاني هنا الشيرات، هذا النص معرف تاع لافاني. وعندي كما راكم تشوفوا مبشور تاع حبة تاع ليم، اللي ما عندهاش الليم تستغنى نورمال على الليم. انا نبغي الليم سورتو بالنكهة تاع نواة كوكو، يزيد يعطيه بنة شابة. عفوا نواة كوكو توالم مع الليم غير شوية هكا حبة صغيرة. انا ضربتها شويه مليح، دروك شو غادي نزيد ندير مع هنا الشيرات. عندي هنايا زوج مغارف تاع نواة كوكو، زوج مغارف كبار تاع نواة كوكو، ونزيد لها، انا قلت لكم ما تكثروهاش السكر، نزيد لها مغرف تاع كونفيتور هكا، نخدمهم مليح مليح. فنواة كوكو يعطي واحد البنه شابه، ميم المعجون تاني يعطيها البنه في العجينه يجي شابه بزاف. نخلطهم كاع. هنا شي نزيد خواتاتي، هنا الكاس اللي خدمت به نكمل به ندير المايزينا او النشا. هنا غير بشويه شيلات باش ما يضرش طير لكم، طير لكم عارفين المايزينا خفيفه تطير هكا غير بالعقل. ندخلها كاع مليح، هنا صاي خواتاتي شوفوا راني خلطتها مليح. هنا دوك نروحو للفرينه، الفرينه اللي قلت لكم عليها الشيلات هاي على ماما، راني والله رحت البارح بيتها في دارنا شريتها من تما وجيت، والله اللي جبتها لقيتها هنا قلت لكم ما صدقتش، انا نبغي نخدم بيها الكاطو الشيلات. شفتوا فيها الحلويات هاد تاع الزيت وكاع تجي شابه بزاف، تجي خفيفه. هنا غادي ندير، عندي زوج، ندير الكاس الاول تاع الفرينه هنا تشوفوا، خاطش هاد العجينه تقعد طايه شويه. ندير معاه هنايا زوج تاع الخميره تاع الكاطو، زوج تاع لابيزور. نخلط مليح، نزيد هنا كاس زاوج، كاس تاني، الثالث نوجده ونشوف معاكم. انا دايرين كاس تاع المايز هنا شيرات غير بشويه عليكم، انا قلت لكم هاد العجينه الا تقعد طريه. انا قلعت فوق وخدمنا نخدم بيدي باش نحس بالعجينه القوام تاعها شحال. هنا مازال تشوفوا هنا كي طريه، نزيد الكاس الثالث غير تدريجيا ونشوف. هي نورمالمون تديري 3 كيسان بصح انا راني قدامكم
كاس ثالث. نزيد شويه غادي ندير ربع كاس. انا غادي هذا ربع كاس دوك نشوف شحال ندير هاش كاع. انا شوف اخواتاتي كي راهي تلصق هنايا، ما تخافوش قولوا راهي لصقت وراهي تلصق وما تجينا شابه. انا ما درتش هذاك ربع كاس، خليت منه شويه حوالي مغرف تاع فرينة هكا. دوك نقي يدي كيما كنقلع كاع الفرينه ديال العجين عفوا، ونغسل يدي هنايا. دوك نلق نغسل يدي باش كيما نقولوا نتحكم في العجينه، نغسل يدي ونرجع لكم شيات. ها شوفوا الشيات يديها مقيين، شفتوا العجينه كي تلصق. هنا غادي ندير نمسح يدي غير في شويه تاع الزيت. انا داك الزيت غير تاع اللي عجنت به بقى من تحت هذاك تحتاني شويه. شوفوا هنايا هنايا غير ديروا فيها شويه تاع الزيت كيما نقولوا دوك تلسم لكم العجينه. ها شوفوا هكا، شوفوا هنا كي راهي طريه وشاده روحها او ميم طون شاده روحها. هنايا دروك غادي نجيب الميزان تاعي ونبدا نوزن في لي بولات. دوك نقول لكم شحال توزنوهم الشيلات، واللي ما عندهاش ميزانه توجو نقول لكم الشيلات الميزان مليح في الدار اوبليجي وماش غالي اللي تشوفوا الشيلات ساهل. هنا الشيلات دروك نبدا نوزن، نوزنهم 25 غرام. راكم عارفين من راني دايره باش نطلع شويه الكاميرا، راني دايره فيهم زوج تاع خميره. غادي نوزنهم هنايا 25 صافي. أمنون الشيات فتها فتها كاع 25 والله لا 25 هاش، خاطش أنا موالفة كيما نقولو عيني هي ميزاني. هاك نوزنهم كاع، شوفوا العجينة منها راهي طرية منها هي كيما نقولو ماشي تلصق شابة بزاف. نوزنهم كاع الشيلات ونغطيهم ونبدا نخدم. دوك نوريكم كي نخدموهم. دوك نديرهم هنايا في طبسي كاع، ديرو طبسي وزنوهم كاع وغطوهم. هنا شوفو خواتاتي وزنتهم كاع هنايا، درتهم دي بولات. هنا دروك شاولا غادي نغطيهم. هنايا عندي نص نقية كيما هاكا فاشي نقية نغطيها ودروك هاكا باش متنشفليش كيما نقولو، ونبدا نخدم بالحبة كيما هاكا. هنايا كيما نقول كيما حبه تشارك هكا هكا ضربوا هنا في الليل هنايا هكا. هنا ركوهم وهنا خلوها شويه خشينه هكا يجو هليلات غير هكا صغار بصح تشرم فيهم الخميره. دوك يزيدوا يغلاضوا. دوك نديرو في السنيه. هنا نعاود نخدم معاكم حبه. بعدهم شويه هكا هنايا بعدهم على بعضهم بعض كيما قلت لكم راني دايره فيهم زوج تاع خميره. ساهل ياش شيلات خمس دقائق توجدوهم والله لا ساهل بخف ديرهم في مغلقه وتحشيات تتقهوا بهم ولا لاتاي مع لاتاي يجوا شابين وخفاف هكا. شوفوا الميزان هنا الشيلات. واحد الاخت هنا الكومونتير حطت لي قالت لي ديري لنا بال كيما نقول ما عنديش ميزان ديري لنا بالكاس عبر بالكاس. نقولها انا شوفوا الشيء انا هذاك الميزان الشيء اللي وزنت به هذاك هي شيتها غير 70 الف شيات 70 الف ما كيما نقولوا مادات ما جابتش هي ويشد لك يقعد لك تحق يدخل بيه بها كيما نقولوا توزني به كل شيء كل شيء. هذه يا اختي دوك نكملهم كاع الشيلات. شوفوا هنا كي توزنوا الحبه قد خوتها تجيكم كي توزنوهم تجيكم كيما نقولوا الحبه قد خوتها، ما تجي حبه صغيره ما تجي حبه كبيره ما تجي هذه. على قلت لكم الميزان مليح. دوك نكملهم كاع خواتاتي. هنا صاي خواتاتي شوفوا هذا السنين الاول راني كملته. شوفوا هنا الشيات كي جاو هليلات هادو دروك انا نشعل الفور. دوك انا اللي قنينه راني قبل نطيب هذا كيما نقولوا الفور تاعكم الكوشه تاعكم شعلوها غير من تحت الشيات خاطرش هذا الكاطو كيما نقولوا ما عندها عمر يطيب بخف. راني طيبه مشعلتها الكوشه تاعي دوك نديرها يطيب. وهنا باقي لي شوفوا هنا شوفوا الشيات شحال يطيب زعما قطع غاية. دوك نطيب هذه نزيد نكمل هاد الحبات اللي بقاو ونزيد نطيب السنين الاخر ونرجعو ان شاء الله.
ناخذ هذه. شوفوا الكاطو تاعي هنا راه طاب، شوفوا شويه كي طاب ما شاء الله، جا شباب بزاف، جا خفيف، شيرات جا طايب غايه الغايه. شوفوا هنايا كي جا شيرات هنايا راه بارد شويه كما نقولوا. انا عندي هنايا كما قلت لكم عندي الكونفيتير شيرات تاع المشمش، شوفوا هنايا راني حميتها، راه حامي هنايا حميتها مع شويه تاع الماء زهر باش كيما نقولوا يجي خفيف هكا. نضربك هو كيما هكا حامي شويه، ندير فيه كاع دوك الحبات تاع الكاطو. وهنا راني داير نواط كوكو هكا، نديرو كيما نقولوا نديرو حبات، خمس حبات كيما هكا تكون جاي مغرفه. شويه شيرات تاع فوكي راه خفيف بزاف، تاع فوكي جا شباب هاكا. خلو يشرب شويه هاكا، هاكا كي يكون حامي يشرب غاية الكونفيتير. نديرو هنا في نوت كوكو هاكا هاكا، شنو نزيدكم باش تشوفو هاكا. غنضيفو في نوت كوكو هاكا، نديرها في الطبسي هاكا. هاكا كي يديرو تعمرو ديرو خمس حبات ست حبات، خليهم يشربو شويه الشيرات باش كيما ندوب من الداخل يجي هاكا، يجي راوي بداك الكونفيتير ويجي شباب بزاف شيرات واحد البنة. شنقولكم الشيرات هاد، ننصحكم الشيرات بهاد الكاطو غي ديروه، ديروه ورجعوا لي خبر شيرات شباب بزاف هاكا وسهل هاكا. هاكا دوك نغطيو من غير الحبات، ديرو قطعة خمسة كيما طلعتكم ديرو نخليه شويه يشرب باش عاد نقلعه ونقعد نغمض فيه بال. شوفوا هنا كي جا الشيرات هاكا، شفتوا دوك نكمل كاع الشيرات ونحطها في صحن التقديم وتشوفوا معايا ان شاء الله من بعد واجد. صاي خواتاتي الكاطو تاعي راه طاب، شوفوا هنا درت له لك الكونفيتير، شوفوا الشيرات كي جا، جا شباب بزاف، جا روعه روعه الشيرات والله العظيم لا جا يدوب في الفم. جربوه وردوا لي خبر كيما نقولوا الشيرات على رقبتي، كيما قال لك الواحد يدير حاجه على رقبته ماشي كيما نقولوا غير مظاهر. هذه شوفوا الشيرات ونقول لكم شحال قطع لي من حبه، قطعت لي 36 حبه في 3 حبات بيض 36 حبه. شوفوا هنا الشيرات كي جا، جا روعه الشيرات والله لا جا روعه بزاف الشيرات. هنا تشوفوا لا نقسم لكم الحبات تشوفوه باش كيما نقولوا تعرفوا باللي. شوفوا هنا شوفوا الشيرات شتو كي جا، تقولي درتها بالدهان والله لا شيرات درت، تقولي درتها بالدهان جايدو في الفم وراه شارب هذيك الكونفيتير. وسورتو الشيرات كي صباح ديروه كيما نقولوا خلوه يبرد وديروه في اون بواط ودسوه وكلو كل يوم كيما نقولوا، حطوا حبه قهوه بهم صباح وعشيه. هذا ما يسلك في هذا الوقت، رانا ندير لكم نجيب لكم غير الكاطو الساهل الاقتصادي اللي تبغوه كاع تبغوا هذا الكاطو. انا شيرات هذا الكاطو تاعي المفضل، هذا ما نبغي، هذا اللي نبغيها. هي قلت لها اليوم غادي ندير نتقهوى به ومشاركه مع احباباتي. وهذه الشيرات ما تنساو الشير ديولي جام، وتهلاو في روحكم شيرات. فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.